شهر رمضان إيجابي بالنسبة للفنان، لأنه كيوصل الأعمال ديالنا وكيوصلنا حنايا للجمهور باش ما ينساوناش. شي اللي كان صلة الرحم، رغم أننا في خلال السنة وسط السنة قليل الأعمال اللي كتدوز عبر القنوات التلفازية، ولكن رمضان كل شيء كيكون يعني داير بالمائدة، والعائلة دايرة بالمائدة، وكاين الفرجة، كاين اللمة، كاين اللمة كتجمع العائلة. وهو الأعمال اللي درت من نهار بديت في هذا العالم ديال السينما والتلفزيون راه كلها عزيزة عليا، كلها كنتذكرها، كلها راه هي لبنات باش بنيت لكارير ديالي في التمثيل. كلهم لبنات يا جور، أي عمل يا جورة، أي عمل يا جورة، وهي باش بنيت الحمد لله اليوم الاسم ديالي، وانا فرحان بزاف وساستمر والحياه تستمر والفن يستمر الحمد لله والشكر لله. وشهر رمضان راه شهر عظيم، شهر عظيم 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 عظيم، كتنسى فيه كاع التعب ديال السنه كامله، ما كتبقاش تفكر في شي حاجه عانيتي فيها من في خلال السنه. والله يغفر لنا، عيد الفطر قريب على الابواب وكلنا فرحانين الحمد لله بعد هذا عيد الفطر. الكل يتكلم اليوم، سبحان الله العظيم، كتبقى اسبوع رمضان كل شيء كيتكلم على وصول رمضان، كل شيء كيبغي يستقبل رمضان، وملي كتبقى اسبوع رمضان كل شيء كيقول الله والله ما سخينا به. شكرا يا رمضان، انت جميل، شهر كريم وعظيم، شهر الصحه والسلامه وراحه البال وراحه النفس والخيرات والصحه والسلامه. شكرا رمضان.